أقوال الإمام علي رضي الله عنه: لا تبحث عن قيمتك في أعين الناس، ابحث عنها في ضميرك، فإذا ارتاح الضمير ارتفع المقام، وإذا عرفت نفسك فلا يضرك ما قيل فيك. من أقواله: من ذكرني ذكرته، لو كان في النار لأخرجته. من أقواله: دواؤك فيك وما تبصر، وداؤك منك وما تشعر، وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. من أقواله: لا تكن لينا فتعصر، ولا تكن صلبا فتكسر، خير الأمور أوسطها. ومن أقواله: الغنى في الغربة وطن، والفقر في الوطن غربة.